كل واحد هيطلع من الكشكول بتاعه ورقه جميله. الكلام ده بعد ما انا ما اخلص شرح، ما حدش يبدا يشتغل دلوقتي، ركز في الكلام اللي بيتقال دلوقتي. 8 سلكات، 8 سلكات دول هثبتهم على ورقه. ركزوا معايا، دي الورقه بتاعتي، اقوم جايبها كده راسم بالمسطره بتاعتي 4 خطوط افقيه و4 خطوط راسيه، المسافه ما بين كل خط وخط 2.5 سم، يبقى المسافه دي سنتي ونص من هنا لهنا، ماشي؟ المسافة دي 2.5 سم برضه، نفس المسافة، يبقى هعمل رسمة عندي على ورقة فاضية، هرسم عليها 4 خطوط أفقية و4 خطوط رأسية، المسافة ما بين كل خط وخط 2.5 سم، جميل. طيب بعد كده هعمل إيه في الورقة بتاعتي؟ أقوم جاي على الحدود بتاعتي اللي النقط دي اتقطعت فيها، هعمل بعديها بنص سنتي فتحة بالقلم بتاعي صغيرة، سن القلم كده وأقوم عامل نص فتحة هنا، بعد نص سنتي وأقوم عامل فتحة بعد نقط التقاطع دي، أقوم عامل هنا برضو فتحة صغيرة. كل الحروف بتاعتي هقوم جاي بعد نص سنتي واقوم بالقلم بتاعي عامل فتحه صغيره. طيب هي الفتحات اللي انا عملتها هنا وهنا 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 على كل الحروف بتاعتي بتاعت الرسمه بتاعتي دي، هستفاد منها بايه؟ هستفاد منها ان ال8 سلكات بتاعتي هقوم جايبهم مسقطهم في الفتحات دي. يعني ايه هسقطها؟ اعتبر القلم ده سلكة، نركز معايا، هقوم جايب السلكة دي بعد ما نضفها، وهنعرف ازاي بالصنفرة، جابوا سلك معين أو صنفرة؟ جبنا صنفرة. جميل. بعد ما جبنا السلك اللي أنا اديتهولك ده وصنفرناه وفردناه زي ما هنشرح دلوقتي، هتقوم جايب السلكة بتاعتي دي هقوم مسقطها في الفتحات اللي عندي، يعني هقوم جايب السلكة دي، ركزوا معايا في الكلام، اقوم مسقطها هنا كده واقوم سايقها جوه شويه، وبعد كده اقوم مرجعها تاني مسقطها في السلك في الفتحه اللي هنا دي. هتبص هتلاقي السلكه بقت نايمه عندي على الخط بتاعي. هقول تاني، خلصت ال4 سلكات الافقيين دول، اقوم جاي بال4 سلكات التانيين، اقوم جاي بالسلكه بتاعتي مسقطها هنا في الفتحه دي، واقوم راجع بيها تاني مسقطها في الفتحه دي. هتلاقي السجاد الاربعه الراسي هم نايمين على ال4 سجاد الافقيين، هيبقوا بالمنظر ده كده، هيكونوا لنا نقط التقاطع اللي عندي. كل ما السلك بتاعك، ركزوا معايا، كل ما السلك بتاعك يبقى مفرود كويس، كل ما مش هيبقى فيه مسافات او فراغات ما بين السلكه والثانيه. فهقوم لما اجي الحم النقطه دي تبقى السلكه نايمه على السلكه كده مفيش فراغ ما بينهم، يقوم القزير جاي قافش السلكتين او لاقم السلكتين مع بعض، ما يبقاش فيه فراغ ما بين السلكه والسلكه. السلكة والسلكة دول بيعبروا لي عن ايه في المستقبل؟ عن رجل عنصر وتراك نحاس او خط نحاس. المفروض ان هما يبقوا ملمسين في بعض، ما يبقاش في فراغ ما بينهم. طب لو في فراغ ما بينهم هتبقى دي نقطة لحام ضعيفة. تبقى دي نقطة لحام ضعيفة.
ومش هتبقى موصله جيده. يعني الطيار لما يجي يعدي فيها مره واثنين ممكن بعد ثلاث اربع مرات تبص تلاقي ما بقتش تشتغل. ليه؟ لان النقطه بتاعتك ضعيفه. خلاص؟ يبقى السلوك لازم تبقى مفروده كويس ومتصنفره كويس. طب هنا هيبقى عندي كام نقطه لحام؟ نعد مع بعض، واحد اثنين ثلاثه اربعه ها؟ خمسه سته سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 19 مش مهندس حضرتك عامل خط مش مشكلة أنا بشرح أنت هساعدك هتعمل خلاص؟ كونوا زي ما كونوا عندي. لما هنيجي نلحم ونركز كويس نركز كويس في الحته دي. لما هنيجي نلحم الحم من النقطه رقم واحد. ما اجيش هنا من اخر نقطه واقوم لاحم. ما اجيش الحم النقطه رقم واحد وبعديها اقوم لاحم النقطه رقم خمسه. النقط دي هتترقم. واحنا بنعلم التمرين بتاعك هنشوف انت بتتحسن ولا مستواك بهيم زي ما انت مؤاخذه يا بيه. ماشي؟ مؤاخذه يا مؤاخذه. خلاص؟ ولا لسه حمار زي ما انت؟ يبقى احنا المفروض هنمشي بالترتيب. خلاص؟ نلحم واحد، بعد كده اثنين، بعد ثلاثه وهكذا. طيب احنا هنصبر ازاي؟ حد يطلع لي حته سلك المواعين لسه بيجي دي صنفرة. الصنفرة دي مش هتنفع معانا. ليه؟ لان الصنفرة دي خشنة جدا. بص يا باشمهندس، الصنفرة دي خشنة جدا، فاللي جايب صنفرة خشنة ما يستخدمهاش عشان السلك هيخلص اصلا معاك. ولذلك قلنا صنفرة ناعمة او سلك مواعين. هنعمل ايه؟ اللي جايب حاجة زي كده صنفرة هيقوم قاطع دي كده كده، ايه الحتت اللي هنستخدمها؟ خلاص؟ ما تبهدلش ورقة الصنفرة اللي انت جايبها كلها او حتة سلكة المواعين اللي انت جايبها كلها. لا هي هتبقى حته صغيره قد كده اللي احنا هنستخدمها. طيب وبعدين؟ انا هعتبر دي دلوقتي سلكه من الثمانيه اللي احنا قلنا عليهم لغايه ما السلك ما يجي. ماشي؟ في الادوات اللي هتبقى قصادك او الشنط اللي هتبقى قصادك هتلاقي في حاجه زي كده، عارفين دي اسمها ايه؟ نيدل نوز بلايرز. نيدل نوز بلايرز بنسى بيبوز متن. خلاص؟ هقوم ماسك السلكه بتاعتي بالشكل ده وجاي الصنفرة أو سلكة المواعين وأقوم ممشيها عليها كده من كل الاتجاهات. طب أنا بصنفر ليه؟ السلك بتاعي بيبقى واخد طبقة ورنيش، ومع العوامل الجوية ممكن الورنيش ده برضه في سلك بيبقى عليه ورنيش وفي سلك تاني ما بيبقاش عليه ورنيش. طب اللي ما بيبقاش عليه ورنيش مع العوامل الجوية بيكون طبقة أكسدة على النحاس. لما بنيجي نلحم بيخلي نقطة اللحام رديئة أو السن الجاوية مش عايز يلحم معايا لأن في عازل. يبقى سواء في ورنيش أو مفيش ورنيش هنصنفر السلك بتاعي بالمنظر ده. وأنا بصنفر بشد السلك. طب أنا بشد السلك ليه؟ لأن في مرحلة جاية بعد الصنفرة إن إحنا نفرد السلك بتاعي وهوريكم برضه نفرده ازاي. اجيب بنسيتين من اللي عندي في الشنطه، اقوم ماسك السلك بتاعي كده واقوم شادد، شايفين الشده؟ مع لفه. هتبص هتلاقي السلك بتاعك كان مفروض.
فما حدش يشد جامد كده ويفضل مستني ان هو يفرد. لازم عامل او حاجه او حركه. يعني انا ممكن اعمل كده بدل اللفه اللي مش هيعرف يلف يقول السلك مفروض خلاص. ده طبعا ده سلك ضعيف مش هيفرق معايا وعليه لزق طري، هو اصلا طري. خلاص انا بوريكم التكنيك بتاع الحركه اللي احنا هنعملها اللي احنا هنستخدمها. عرفنا هنصنفر السلك ازاي وهنفرد السلك ازاي ونرسم تمرين الشبكه على الورقه بتاعتنا ازاي. الحاجه اللي بعد كده هنلحم ازاي. نركز بقى جامد في الحته دي. كويات اللحام انواع مختلفه، كويات اللحام انواع مختلفه وقدرات مختلفه. يعني ايه قدرات مختلفه؟ في كاويه هتلاقيها 30 واط، الواط ده بيعبر عن القدره بتاعه المعده او الجهاز اللي قصاده. في كاويه 20 واط، في كاويه 60 واط، في كاويه 100 واط. طيب واحنا هنشتغل دلوقتي على ايه؟ على عناصر الكترونيه. العناصر الالكترونيه دي تبقى حساسه جدا للحراره. فافضل قدرات كويات بنستخدمها بتبقى من 20 ل 50 واط. ما يفضلش ان احنا نزود عن كده. 60 واط اخرنا. 60 واط اخرنا، من 20 ل 60 واط اخرنا. ولو هتلحم اي سي في الدايره بتاعتك، وهنعرف يعني ايه اي سي للناس اللي مش عارفه اي سي. لو هنلحم العنصر اللي انا بقول لكم عليه اللي اسمه اي سي ده، ما يفضلش ان انا الحمه بجوده لحام 60 واط. العنصر ده حساس جدا زي البنات كده حساس. خلاص يبقى العنصر ده حساس جدا للحراره جدا. فما ينفعش ان انا الحم حتى رجلين ورا بعض على طول. الحم رجل واستنى عليه يهدى شويه. ده لو انا مش هحطه على قعده، هلحمه دايركت في البرج. الناس فاتحه بقها والناس مشيسه وعالم ودنيا. الله يشفي عليك. فاهمين؟ فاهمين يا باشمهندس. ماشي، انا اتمنى. يبقى لما هنيجي نلحم العناصر بتاعتنا ابقى عارف اسم العنصر ده ايه وهستخدم معاه ايه. تمام. نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه واللي هو كويات اللحام. كويات اللحام قلنا قدرات مختلفة وعرفنا انسب قدرات هنشتغل بيها مع العناصر الالكترونية. كويات اللحام في منها بوحدة تحكم. بوحدة تحكم زي البيضة اللي قصادنا دي. دي بقدر اتحكم في درجه الحراره اللي طالعه منها. في كويات لحام عاديه، ارفع كده الكويه اللي قصادك دي فيشه ودب ضخ في الحيطه الهيتر يشتغل والحم على طول وخلاص. في كويه لحام اسمها كويه لحام مسدس، هي مش عندي هنا، بتبقى على شكل مسدس. الكاوية دي بتتميز ان القدرة بتاعتها بتبقى عالية شوية عن الكاويات العادية. يبقى انا لما اشوف اي كاوية ما استغربش من شكلها. يبقى احنا عرفنا كده ثلاث اشكال من انواع الكاويات. في كاوية لحام بوحدة التحكم، كاوية لحام عادية، كاوية لحام مسدس. وعرفنا القدرات بتاعت الحاجات بتاعتها. طيب احنا هنلحم ازاي دلوقتي؟ اولا لما هجيب الكاوية واحطها على سلكتين نحاس نركز مع بعض والاقي فيه تجاوب، واحطها على السلكتين بتوعنا هما هيلحموا مع بعض؟ لا. يبقى لازم في حاجة تلزقهم لي مع بعض. انا جبت دلوقتي ورقة، الورقة دي مقطوعة. اولا لما احط دي جنب دي كده اقول لها الزقي هتلزق؟ يبقى لازم حاجة تمسكهم مع بعض اللي هي ايه؟ السوليتيب بتاعي. في العناصر الالكترونيه اللي هلزق بيه الاس دي. تمام؟ جميل جدا.
طيب هو ايه اصلا الازير؟ الازير ده المفروض ده عنصر، لكن احنا ما بنستخدمش عنصر الازير في اللحام، احنا بنستخدم سبيكه الازير زي الذهب اللي ماما واخواتك البنات واخواتنا البنات بيلبسوه. ده مش ذهب، ده سبيكه بس من الذهب، لان الذهب بيبقى طري، فمش هينفع ان انا البسه كده او اشكله. نفس الموضوع الازير، الازير في الصوره الطبيعيه بتاعته مايع. يعني ايه مايع؟ يعني ما اعرفش امسكه. يعني ايه ما اعرفش امسكه؟ طيب انا المفروض اشكله عشان اعرف اتحكم فيه واعرف الحمل. فبيتحط معاه عنصر تاني. مش هتكفي دي يا رياس، عايزين تاني. هو محمد اداك ال محمد بيقول لي انا اديته اللفه كلها. امتى ده؟ كلها فين؟ انا بقى لي اسبوعين ما بديش. شوف بقى محمد عبد الفتاح بيسدد الدنيا. احنا عايزين ننجز. كنت يا باشمهندس. فهنعمل من الازير ده سبيكه علشان خاطر اقدر اتحكم فيه او اعرف امسكه او اعرف اشكله واستخدمه اثناء عمليه اللحام. طيب هو ايه العنصر الثاني؟ معلش، طالما قلت سبيكه، طالما قلت كلمه سبيكه يبقى في كذا عنصر معايا في الحته دي او في السبيكه دي. السبيكه دي بتتكون من عنصرين او اكتر. السبيكه دي بتتكون من عنصرين او اكتر. السبيكه اللي احنا هنستخدمها اللي احنا بنقول عليها الزير بتتكون من قصدير ورصاص. قصدير ورصاص بنسب مختلفه. في ثلاث انواع من النسب، ثلاثه. 50 50. يعني ايه 50 50؟ 50 ازير و50 رصاص. ازير 50 رصاص. النوع الثاني 70 30. ماشي 70 30. طب هو ال 70 الازير ولا ال 30 هي الازير؟ 70 ازير. الكتير ازير والقليل رصاص. يبقى انا عندي 70% ازير و30% رصاص. النوع الثالث 60 40. 60 40. برافو عليكم، جميل ان في حد عارف. النسبه الاكبر برضو بتبقى بتاعه الازير والاقل بتاعه الرصاص. طيب من الكلام اللي احنا قلناه، انهي اكتر واحد جوده في التوصيل بتاعه؟ 70 30. ليه؟ عشان نسبه الازير، نسبه الازير اللي هي المفروض هي اللي بتوصل عندي اعلى من الرصاص، فالتوصيليه بتاعته هتبقى اعلى من اي نوع تاني. فهمنا الحته دي؟ جميل جدا. دلوقتي نركز مع بعض، دي كونه اللحام بتاعتي، القلم ده كونه اللحام بتاعتي. والقلم الجاف ده الازير بتاعي. هنشوف هنروح نلحم ازاي. نركز كده مع بعض. دي نقطة اللحام بتاعتي. وزي ما قلنا هنبدأ من عند النقطة رقم 1. وهناخدهم بالترتيب أو بالدور. بقوم جاي بسن الجاوية بتاعتي ووقفه على نقطة التقاطع بحيث إن السن يبقى لابس السلكة اللي فوق. تعالى يا دكتوره. طبعا كده اكس كده. دول دلوقتي سلكتين نحاس. سن الجاويه هيكون جاي ملمس هنا علشان قادر يبقى لابس السلكه دي والسلكه دي بزاويه 45 درجه زي ما زميلتنا قال. ما ينفعش احط الجاوية بتاعتي كده بزاوية 90 درجة. نقطة ضعيفة جدا اللي في سن الجاوية هي اللي هتبقى لمسة سلكتين النحاس. فلما اعملها بزاوية 45 درجة يبقى السلك ده واخد أكبر جزء من السن بتاع الجاوية والسلك اللي فوقيه نفس الموضوع. بقوم جاي واقف على السلكتين بتوعي كده بالمنظر ده.
وفي سري اعد الخمسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. بعد كده انزل بالازير بتاعي على النقطه بتاعتي. سن الكاويه او الكاويه ما بيتشالوش من على النقطه الا لما بخلص وضع الازير بتاعي. يعني ما ينفعش اقوم جاي هنا كده حاطط نقطه الازير واقوم طالع. انت عامله ايه؟ كفايه ازير ولا استقبل؟ ما ينفعش تقوم النقطه دي تبرد اقوم جاي تاني بسن الكاويه تاني واقف عليها واقوم حاطط ازير تاني. يقوم الازير على الازير مع البروده اللي اتعرضت لها الازير ده يكلع ويعمل شكل عشوائي مبهم ملوش اي 30 تفاصيل في عندي في المعنى الموجود في البلاطه والاي. تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ سيبكوا وقعت ليه؟ ما تدفع ايه؟ يبقى انا هقوم جاي واقف كده اعد الخمسه في سري زي ما قلنا وبعد كده اقوم نازل بالازير بتاعي، ارفع الازير اشوف الكميه زي ما انا عايز. سن الكاويه او الكاويه ما يتشالوش الا لما ابقى متاكد ان الجوانب بتاعتي دي اتملت ازير. شكل نقطه اللحام الصحيحه ان الازير بتاعي بيبقى مقعر. ما يبقاش فيه بوس. يعني انا هاجي امسك صباعك كده اقول لك بص يا حبيبي النقطه دي دي بتشك يا باشمهندس ساعتها هعمل ايه؟ اقوم دايس على صباعك عشان يتغذى في الحته اللي شكتها. مش انت مش هتتعلم ولا كده؟ صح؟ يبقى احنا نركز عشان ما تتهزقش. خلاص يا بابا خلاص؟ قال لهم فرد السلك بقى. ايه؟ فرد السلك. وقف على تأشير السلك دي اسمها أشرب السلك أو بنزل الترامي أيهما لأنها بتقوم بالوظيفتين. بشوف قطر السلك وأشوف الفتحة اللي عندي في أشرب السلك اللي تناسب قطر السلك بتاعي واحطها فيه. واحز العازل بتاعي، عارف يعني ايه احز العازل بتاعي؟ يعني لما بتيجي تقشر برتقانه بتمشي على البرتقانه او على قشره البرتقانه من فوق بالسكينه كده بتحز القشره او بتقطع القشره بس. مركزين معايا في الحته دي؟ ما بحاولش اخش على البرتقاله جوه عشان لما تنزل ميتها ما بتبقاش حلوه، صح؟ بتبهدل ايديا. نفس الموضوع قشرت السلك لو اخترت قطر غير مناسب للسلك بتاعي هحز السلك بتاعي من جوه. فلما هاجي افرد لان انا بفرد صح؟ السلك بتاعي يتقطع او يتقطم في ايدي. كده الامثال دي ماشيه كده مع الموضوع اللي احنا بناخده عشان انا بقول لك حاجه عشان بس ايه نفضل فاكرين ونفضل ايه مركزين في الموضوع. طيب انا هحز عندي العازل بتاعي بتاع السلك. حز معايا وقطع خير وبركه. ما عملش معايا يبقى انا مختار قطر غير القطر. اقوم نازل على القطر اللي بعد منه. واحز برده معايا. واحدة واحدة مش مستعجل وأنا بطلع بلفة أهي. في مشاكل؟ طلعت أهي كلها. السلك هتلاقيه ملفوف على بعض. هنقوم فكينهم كده. انا هعتبر ان دي حته السلكه اللي انا هفردها هصفرها وهفردها وهحطها في الترميم بتاعي. خلاص هاجي من طرف واقوم ماسكها بنسكوت. دي
في حته سلكه مكعمشه كده في قلب بعضها. خلاص؟ اقوم ماسكها كده بعد ما صنفرتها من الطرفين. اقوم فارد او شالد وانا قاعد ابقى مخلي بالي من زميلي اللي جنبي. حته السلكه دي مهما كانت ضعيفه. وانت بتشد دي ممكن تفلت، الماسكه بتاعتك دي ممكن تفلت، السلكه ممكن تتقطع. فهتبص هتلاقي كوعك جاي في دماغ اللي جنبك. بص ولا قطعها سوبليكس. هتفلق دماغه دي زي بوز الهند. خلاص؟ خلاص يا باشمهندس. ومش بعيد ما تنزل ميه بوز الهند جنبك. بعيد ما تنزل. هنشد مع لفه خفيفه هتبص تلاقي السلك بتاعك بقى 100 فل و10. بعد ما بخلص الحته اللي مبنيه فوق بالقصافه قاطعها من الناحيه الثانيه تك قاطعها. بقت معاك السلوك بتاعتك كلها مفروضه ومظبوطه. هقوم جاي هنا في التمرين بتاعي الجميل بعد ما رسمت تمرين الشبكه بتاعي وعملت الفتحات بتاعتي بعد نص سنتي من نقطه التقاطع. اقوم جاي السته بتاعتي اهي الجميله دي اقوم جايبها هنا كده الناس كلها شايفه اهي. دي المفروض ان هي هتبقى اطول من الحته بتاعتي. اقوم زايقها لجوه كده وبعد كده اقوم ظابطها على الفتحه بتاعتي ومرجعها فيها كده. المفروض ان انا عيني ما تشوفش الخط اللي هي نايمه عليه. المفروض لو انت محقق الحته دي اعرف ان التمرين بتاعك ده هيطلع مظبوط بنسبه يعني قول 80%. ال 20% اللي فاضلين على شغلك ودقه ايدك بقى في اللحام وتنفيذك للحاجات اللي انا قلت عليها ان انا اسخن نقطه اللحام كويس وانا شغال. ما اشيلش سن الجوية واقعد اطلع وانزل بيه. تضحك عليا يا جحش؟ تضحك عليا؟ ايه اللي بيضحك؟ مصطفى عايز تسال في اي حاجه؟ اسال. يكون عام سعيد عليكم ان شاء الله كلكم. دلوقتي بالنسبه لموضوع في مهاره معينه اسمها مهاره التقشير. طبعا في حاجه اسمها اعداد المصل. اعداد المصل عمليه اعداد المصل دي بتكون عمليه قبل عمليه ايه الازهار. يعني مش ممكن ان انا هجيب المصل كده ابدا اشتغل بيه، لا انا بعمل عمليه اعداد المصل وتهيئه للمصل ده. اعداد المصل ازاي؟ ممكن المصل دوت انا اديك المصل زي الاسلاك، هتلاقي الاسلاك دي فيها تنهيد، هتلاقي السلك مش مستقيم ايه مش متزايد نفس الطريقه دي. المصل هيبقى بنفس الشكل كده في التوائم. هل هشتغل بالتوائم دي؟ لا، ابدا اعمل عمليه استعداد للمصل، ابدا اجيب زرانيتين وابدا استعدل ايه؟ المصل. يبقى ببدا اعمل عمليه استعداد للمصل، تمام؟ دي برضو حاجه من حاجه اسمها اعداد المصل، تمام؟ قبل عمليه الاصدار. في حاجه بعد كده اسمها ايه؟ عمليه التقشير. عمليه التقشير دي عمليه مهمه جدا ومهاره مهمه جدا. المهاره دي لازم ان انت تتقنها عشان تعمل عمليه القذاره بعد كده او عمليه اللحام. لازم ان تتقن عمليه التقشير. تقشير المصل معنى عمليه التقشير هي ايه؟ عمليه التقشير هي ازاله الماده العازله من على المصل. ازاله ايه؟ الماده العازله من على المصل. ايه هي عمليه التقشير بقى يا جماعه؟ ازاله الماده العازله من على المصل. المصل زي ما انا قلت لك كده في ماده موصله اللي هي ماده النحاس او الالومنيا او ايا كان المواد الموصله احنا عارفينها. انت عارف هي ماده المواد الموصله هي ايه؟ حديد نحاس الومنيا موصله ولا مش موصله؟ موصله. طب خشب؟ غير موصل. طب بلاستيك؟ غير موصل. طب رصاص؟ موصل. تمام؟ احنا عرفنا المواد الموصله ايه والمواد العازله. طب الماده العازله ديت، الماده العازله اللي هي بتكون هي الغطاء الخارجي، هي الغطاء الخارجي بتكون من البي في سي يا اما بتكون من البلاستيك الناشف او الطري، تمام؟ يبقى انا باجي الماده العازله، يبقى الموصل بيتكون من حاجتين، بيكون من الماده الموصله والماده العازله اللي هي ايه؟ الغلاف الخارجي.
تمام؟ انا لما باجي اعمل عميل تأشير في طريقتين او اكتر من طريقه في عميل التأشير، ايه هي؟ بجيب حاجه اسمها ادوات التأشير. ايه ادوات التأشير؟ ادوات التأشير يا جماعه هي القطر، بنس التأشير او الصفه، او الصفه بتاعت الاشاره، تمام، او مطل التأشير. وكل اداه تستخدمها في حاجه معينه، كل اداه يا جماعه تستخدمها في حاجه معينه. الاشاره، الاشاره دي عمليه اوتوماتيكيه زي البنسه دي كده، بتبدا تاشر على طول دايركت اوتوماتيك، تروح حاطط الموصل حسب القطر اللي انت ايه هتستخدمه، واروح جاي مؤشر اوتوماتيك، تمام. دي اسمها الاشاره، بتستخدم في الافكار اللي هي الموصلات اللي هي من 1 لـ 2 لـ 3 اقصى حاجه، تمام. يبقى انا بستخدمها في افكار في تاشير الافكار اللي هي الايه، افكار مساحتها صغيره، افكار مساحتها صغيره، بجيب الاشاره ببدا اشر بيها. طب في حاجه ثانيه، ايه هي؟ في حاجه اسمها مطل التاشير. مطل التاشير دي بستخدمها في الكابلات اللي هي مساحه مقطعها كبيره، يعني انا امسك كابل اللي مساحه القطر بتاعه كبيره، ماشي، 11000 او الاله، ما لما اداه بستخدمها في ايه؟ في عمليه التاشير. مش معقول ابدا اجيب كتر صغير زي اللي هو في الشنطه ابدا ايه اقشر بيه، اقشر بيه كاب. لا، في حاجه اسمها مطوه للتاشير الايه؟ الكابلات. المطوه دي بتكون حاده جدا عشان تعمل لي عمليه قطع فين؟ في الموصلات بتاع الكابل، الكابل اللي هي الاقدار اللي هي بتوزع الكهرباء بتاعتك اللي بتكون طالع بالمحاول اللي هي بتبقى مدفونه تحت الارض، تمام؟ واللي هي بتطلع على اللوحات دي. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي عرفت كل اداه بتستخدم في ايه؟ في غرض من ايه؟ في غرض ما، تمام؟ يعني المطوه بتاعت تاشير الكابلات ما بجيبش سلك مساحه مقطع صغير وابدا اقشر بيه، تمام؟ لا، بتستخدم في الاقدار اللي هي الكبيره زي الكابلات، تمام؟ في حاجه ثانيه، ازاي بقشر بالطريقه اللي هي الايه؟ القطر. القطر يا جماعه ازاي اقشر بالقطر؟ هنجيب قطر كده ونشوف هنقشر ازاي وهنعمل ايه. القطر فيه حاجه اسمها السلامه والسلامه والصحه المهنيه، او دواعي الامن الصناعي. دواعي الامن الصناعي دي يا جماعه لازم انت تتبعها. الموضوع دواعي الامن الصناعي ده موضوع مهم جدا، لازم انت تتبعه. دي اهم شيء، لما تتوفر دواعي الامن والسلامه والصحه المهنيه في الشغل، بس الشغل المفروض ما تشتغلش. يبقى انا لازم ان انت تكون متقن عمليه المهاره بتاع الامن الصناعي، لان عمليه الامن الصناعي دي هتخليك تقوم بالعمليه او هتقوم بالشغلانه على ايه؟ بمهاره ممتازه، تمام؟ ومش هيحصل لك حاجه، يعني انت مش هتعرض نفسك للمخاطر لو انا متبع طرق السلامه والصحه المهنيه. طرق السلامه والصحه المهنيه دي مهمه جدا، لازم تكون فاهمها وعارفها قبل ما تمسك اي حاجه وقبل ما تشتغل، تمام؟ ازاي تحافظ على نفسك من الكاويه؟ ازاي تحافظ على نفسك من التيار الكهربي؟ ازاي تحافظ على نفسك من العدد والادوات المستخدمه زي القطر زي القصافه زي الزرادير؟ لانك انت هتعرض نفسك ايه؟ لو انت اشتغلت خطا، ازاي تستخدم الاداه صح؟ ازاي تستخدمها صح؟ وازاي تستعملها صح؟ لانك انت لو ما استعملتهاش صح انت مش هتقوم بالشغل صح، وبعد كده هتتعرض نفسك ايه؟ للاصابات، تمام؟ او مخاطر. يبقى القطر دي طبعا من الادوات اللي هي بتبدا تستخدم في عمليه التأشير الاسلاك. في حاجه اسمها الادب الصلب. الادب الصلب اللي هي ايه؟ اللي هي في ادب الصلب اصلها. الادب الصلب دي بتاع مسطره صلب. مسطره ايه؟ صلب. المسطره الصلب دي هجيبها لك دلوقتي عشان برضه تشوفها. المسطره الصلب دي بتستخدم في عمليه تحديد المقاس، يعني في تحديد المقاس او المسافه. طبعا المسطره اللي هي العاديه، لو انا باجي اشتغل بالمسطره العاديه ما تنفعش، لان انا ببدا اشتغل بالقطر، ماشي، ببدا اشتغل بالقطر. القطر ده في حد في السلاح بتاعه بيبدا ياثر على ايه؟ على المسطره اللي هي العاديه. المساطر الثانيه بتبقى من الصلب عشان تبدا تحدد او تبدا تشتغل على شغل مثلا على شق حديد او على المونيا او على نحاس. المسطره اللي هي الصلب دي بتبدا ايه؟ بتكون دقيقه، وفي نفس الوقت بتقوم بعمليه الايه؟ القياس الصح، تمام؟ بالنسبه لايه؟ للمسطره الصلب. المسطره الصلب يا جماعه بتبقى اداه من ادوات التأشير برضه. طب ايه الفايده بتاعتها او الغرض بتاعها ايه؟ واحد يقول لي الغرض من الادب الصلب او المسطره. طبعا المسطره فايدتها ايه؟ القياس، تمام. يعني قبل ما هشتغل انا مش هشتغل كده تلقائي او باي مقاسات معينه، لا، انت كل شغلك هيبقى بالمقاسات وبالملي، تمام، مش بالسنتي او اكتر من سنتي. المقاسات بتاعتك هتكون بالملي، تمام. يعني انا مثلا هقول لك بيان عام، بيان عام،
تمام؟ هقول لك مثلا التمرين زي التمرين اللي هو قدامك في الاستاذ يحيى صححهولك، تمام؟ التمرين ده يا جماعه مش هيكون بالسنتي، لا هيكون بالملي، خلاص؟ يعني قال لك هنا المسافه بتاعتك اللي انت هنا الاسلاك دي كلها، الاسلاك دي كلها هتكون متقشره. هنبدا نعمل عمليه تقشير عشان اوريك الاسلاك دي هتعملها ازاي. اول حاجه بتعمل عمليه تقشير للمصل، بتمسك المصل وتحطه على التسجه، تمام؟ وتبدا تعمل عمليه ايه؟ بمسك المصل اهو، المصل بتاعه ابدا امسكه اعمل عمليه ايه؟ التقشير. التقشير دي يا اما تكون عمليه حد افقي، بص يا جماعه بمسك الايه؟ القطر وبراعي في مسكه القطر، تمام؟ طبعا القطر فيه انواع، هتلاقي في الشكل ده، هتلاقي في الشكل ده، هتلاقي انواع كثيره من القطرات. هبدا امسك القطر، افتح القطر، ما فيش واحد يفتح لي القطر كده يا جماعه، هبدا افتح القطر فتحه مناسبه. طب فتحه مناسبه يعني ايه؟ يعني الفتحه المناسبه اللي هي قد الايه؟ قد الايه؟ الايه؟ الغلاف الخارجي او ماده التقشير، يعني التقشير ده مش هيبقى لي اكتر من ايه؟ من 1 مللي او 2 مللي، اروح جاي فتح الايه؟ القطر فتحه مناسبه، ما افتحش القطر كده، لا، عشان ما اعرضش نفسي للخطر، وفي نفس الوقت بعد كده السلاح ده او السلاح ده ممكن يتكسر، تمام؟ افتح القطر فتحه مناسبه، اروح جاي فتح القطر اهو فتحه مناسبه بنفس الطريقه دي كده، خلاص؟ وابدا اعمل عمليه تقشير، اقشر ازاي يا جماعه؟ اروح جاي بالقطر اعمل عمليه حز افقي، حز ايه؟ تيجي هنا اصبر، تعالى حز ايه افقي؟ اروح جاي كده حز افقي اهو، اروح جاي ماسك اهو من البدايه للنهايه، ادي حز افقي اهو يا جماعه اهو، اروح جاي بقشر اهو، انا حزيت حز افقي اروح جاي بكل سهوله اهو، اروح مطلع الموصل بتاعي اهو بنفس الشكل ده كده، خلاص؟ انا طلعت المصر. دي طريقه، دي طريقه من الطرق، تمام؟ اروح جاي حازز حز افقي اهو بكل سهوله، دي طبعا سهله صح؟ اروح جاي ماسك اهو، انا هاجي اقشر من هنا، اروح جاي حازز حز افقي اهو، فتح القطر فتحه مناسبه، واروح جاي حازز حز افقي اهو. وايه؟ والحز ايه؟ يكون اللي انا ايه؟ اللي انا مثبت ايدي على الايه؟ واروح جاي بالقصافه واروح جاي مطلع الغلاف الخارجي او الماده العازله، الماده العازله. طيب انا عملت ايه؟ نزعت الماده العازله، تمام؟ خلاص يا جماعه؟ دي بالنسبه لعمليه التقشير. يعني بالنسبه لعمليه التقشير ازاله الماده العازله. يبقى التقشير هو ايه؟ هو عمليه ازاله الماده العازله عن طريق اداه التقشير اللي هي الايه؟ القطر، تمام؟ يبقى خط افقي، تمام؟ وابدا ازل. يا اما في حز، بعمل عمليه حز دائري، دي طريقه ماشي يا جماعه. في عمليه ثانيه هنقوم بيها الصفه كده، هنبدا نعمل طريقه ثانيه للتقشير. هتدول بقى هتدول، ابدا اروح جاي عامل عمليه حز دائري، حز ايه؟ دائري حول البصل، اروح جاي بالقطر اهو واخد حز دائري، انا علمت العلام ده، تمام؟ اول العلام اللي انا هقطع من عنده ده، تمام؟ اروح جاي واخد حز دائري اهو، وبحس ان انا في نقطه مهمه جدا، اللي انا لما اجي ابدا عمليه حز او عمليه تقشير ما احسش في الموصل لدرجه ان انا احز على الموصل نفسه، يعني اقطع الماده العازله واقعد احز بالقطر في الموصل. العمليه دي بتضعف الموصل اللي جوه، يعني انا عايز لو انا قعدت حزيت في اثناء عمليه التقشير لو انا شغال بيه في مواصلات او في اي عمليات ثانيه المصل دي بينك، لا انا بحس بقى ايه؟ يا دوبك اعمل عمليه قطع الايه؟ للماده العازله بس اهي. حز ده ايه؟ تمام؟ واروح جاي بالطريقه دي برضه بنفس الطريقه ديت اهو، اروح جاي واخد ايه؟ تقشير افقي اهو، اعمل عمليه تحديد بالقطر او بسلاح القطر ايه؟ على المصل اهو. واروح جاي عامل عمليه نزق للماده العازله، نزعت الماده العازله بكل سهوله يا جماعه، تمام؟ ورميه فرد خلاص؟ ابدا افتح السلك اللي هو الموصل اهو، في حوالي 7 موصلات، ادي 1 2 3 6 7 موصلات. السبع موصلات اهو، الموصلات ديت مقطوعه من ماده النحاس الموصل للكهرباء، ادي الموصلات. طلعنا المصرات بتاعتنا بكل سهوله، تمام؟ ادي طريقه من الطرق بتاعتك اللي انت هتقشر بيها.
في طريقه ثانيه اللي هي عمليه تقريب تقريبا عمليه العشر. بروح جاي عامل عمليه حد دائري كده اهو حد دائري خلاص، واروح جاي ماسك الكتر تمام، والكتر ده يكون ملازم لايه للمص اهو، واعمل عمليه قشر قشر، واروح جاي فاتح المص بتاعي كده اهو بنفس الطريقه دي كده. ادي دي برضه طريقه ثانيه من عمليه التقشير، عمليه اسمها عمليه القشر. بروح جاي ادي طريقه ثانيه للتقشير. يبقى انا بحط اضع المص على المضله او على الدسكه وابدا اخد خط افقي بالقطر بتاعي، عمليه قطع وتحديد عن طريق قطر مره واثنين. المره اللي انا بدات من هنا برضه ابدا من هنا مره الايه؟ المره نفس المره الثانيه برضه من نفس المكان اللي انت بدات فيه تمام؟ وهنبدا نشتغل بعمليه اسمها عمليه تقشير المص. عمليه تقشير المص عمليه مهمه تمام؟ هنبدا نشتغل فيها، هنبدا اوريها لك دلوقتي عملي قدامك، وكل مجموعه هتبدا تاخد ايه المصلات وهتبدا انت تقشرها بنفسك تمام، مع مراعاه تطبيق شروط ودواعي الامن الصناعي. شروط ودواعي الامن الصناعي يعني ايه؟ ما تجيش تمسك القطر اروح جاي مقشر، ادي المصله زميلي موجود قدام وجنب، اروح جاي مقشر اروح جاي بوش تمام، ما ينفعش. يبقى انا براعي شروط ودواعي الامن الصناعي. شروط ودواعي الامن الصناعي يعني ايه؟ يعني انا ما اعرضش نفسي للخطر والاصابات، اروح جاي مقشر اروح ماسك البي ايه ادي السلك اهو، واروح جاي مقشر اروح جاي مقشر كده بنفس الطريقه دي كده، اروح جاي اهو اروح جاي ايه عامل اصابه في نفس تمام. يبقى انا ايه؟ انا ما راعيتش شروط الامن الصناعي خالص تمام. يبقى انا براعي دواعي الامن الصناعي السلامه والصحه المهنيه. انا لما باجي اقشر باخد حذري وبقشر صح، يبقى انا بستخدم القطر صح وبقوم بالعمليه التقشير تمام، واتقان المهاره دي ايه بمهاره بامتياز تمام، واتقانها بامتياز يعني ايه؟ يعني انا ما ايه ما يكونش في اخطاء من ايه من الناحيه دي تمام، سواء كان من ناحيه الامن الصناعي او من ناحيه الايه الاصابات اللي هتحصل بعد كده تمام. زي الفل طبعا الاسلاك بتجيلك، الاسلاك مش هتكون في ايه مفرود تمام، السلك بيجي طبعا بيكون متل زي كده تمام، او الاسلاك اهي اللي هي بنفس الطريقه دي انت بتعمل عمليه استعداد للسلك. قبل ما يجي لك السلك مش السلك هيكون متل اهو، هيديك سلك كده بنفس الطريقه او هيكون باي شكل كان، بيبقى ايه في عمليه اسمها عمليه استعداد للمصر. استعداد المصر بروح جايب زراديه واجيب زراديه ثانيه من الجنب الثاني وابدا استعدل ايه؟ هات لي زراديه ثانيه كده، هات لي زراديه ثانيه. هات زراديه اهو احنا جبنا زراديتين هو بس هيديله زراديه واحده، انا بس قلت له زراديه اهو. هنروح ماسكين يا جماعه كده عشان نفرد عمليه فرد واستعداد المصر. هنروح ماسكين بزراديتين اهو ونبدا نفرد المصر بنفس الطريقه دي كده، هنمسك الطرف الاولاني والطرف الثاني ونبدا نشد المصر كده شده، يبدا المصر يتزحف ويتفرد تمام. ماشي حضرات المصر يتفرد معاك تمام خلاص تمام. دي عمليه ايه فرض البصل، بروح جايب زراديتين، ادي الزراديه الاولانيه ماشي وادي الزراديه الثانيه على اساس ان انا ايه ابدا اشتغل في المصل وابدا اعمل المصل بتاعي اقوم بعمليه الاصدره او اقوم بعمليه الايه خارج المواصلات او التقشير. اروح جاي فارد المصل بنفس الطريقه السلك ذات نفسه بقى، السلك من جوه متقشر بقى اه. طبعا الاسلاك اهي السلك بيشيلك بنفس الشكل ده، طب السلك لو من جوه كده زي ما انت ايه قشرت كده اهو انت قشرت السلك اهو. السلك ده لو فيه اسلاك فيها التواب او متنيه ايه اللي هتعمله؟ هروح جاي ماسك السلك اهو، السلك دي متنيه اهو تمام؟ هروح جايب الزرادية يا جماعه اهي ماسك الزرادية من هنا والزرادات الثانية بنفس الشكل دي اهو. اروح ماسك الزرادية دي من الاول اهو ودي من الاول، واروح ماسك بنفس الشكل دي اهو. وابدا افرد اهو، امسك باحكام وابدا افرد واسحب. سحبت السلك، السلك اتفرد معايا. خلاص؟ شوف الشكل ده. من الشكل ده. السلك اتفرد ولا لا؟
يبقى انا بعوم بعملين سحب الموصل، سحب الموصل اروح جايب زراديه امسك كده السلك اتسحب ولا لا؟ اتسحب. اروح جاي اهو ماسك الزراديه ايه الاولانيه واروح ماسك الزراديه الثانيه برده لغايه الموصل اهو واروح جاي فرد الموصل تمام؟ اتفرد معايا صح؟ تمام. يبقى انا هقوم بعمليه فرد، هروح جاي ماسك الموصلات، كل موصل كل موصل من الموصلات ديت هتكون فيها سبعه، يعني يا جماعه هتبداوا تعملوا عمليه تقشير في سبعه. قربوا ازاي صنفر بقى؟ هيبدا تمسك الموصل هتطلع منه هتفرد الموصل هتلاقي في سبع موصلات، ادي ثلاثه وادي ثلاثه وادي موصل في النص، هتلاقي سته ست موصلات وفي موصل في النص، ادي سبع موصلات. تمام؟ هنبدا نمسك سبع موصلات، الموصل هتلاقيه بنفس الشكل دي كده، هروح جايب ماسكين ونبدا نفرد اهو. ماجيش افرد بقى، واروح جاي شادد، واروح جاي سايب ايدي. الزراديه دي هتيجي في وش الايه اللي جنبي على طول، لا انا بعمل عمليه احكام اهو، بمسك الزراديه وبكون حازم تمام؟ وامسك الاحكام واشد واسحب، اسحب ايه؟ الموصل، اعمل عمليه سحب الموصل، الموصل اتسحب خلاص بقى ايه؟ تمام قوي، دي اللي انا عايزها، خلاص؟ يبقى انا سحبت الموصل اهو وعمليه عمليه فرد فرد وعمليه سحب الموصل، دي برضه طريقه من عمليه حاجه اسمها ايه؟ اعداد الموصل. اعداد ايه؟ الموصل قبل عمليه الاصدار. يبقى انا بعمل عمليه اعداد الموصل سواء كان تعديل خلاص؟ سواء كان احنا عملنا كم ايه؟ كم طريقه؟ عملنا تقشير الموصل دي اول حاجه، قشرنا الموصل، ثاني حاجه استعدلنا الموصل. ماشي يا جماعه؟ استعدلنا الموصل بنفس الطريقه. في عمليه مهمه جدا بتقوم برده عمليه قبل عمليه الاصدار، ايه هي؟ عمليه الصبره. دي برده من اعداد الموصل او اعداد الموصلات قبل عمليه الايه؟ الاصدار. بروح جايب الصبره دي ماشي؟ الصبره دي فايدتها بتعمل عمليه ايه؟ بتعمل عمليه ازاله طبقه الطبق. يعني زي ايه؟ زي ازاله الطبقه اللي هي الايه؟ اللي هي الاكسده اللي بتبقى على الايه؟ او تنظيف بالمصر. بتعمل عمليه تنظيف بالمصر. طب انا في الصفاره دي يا جماعه بتبقى درجات. بتبدا من زيرو وفي فيما فوق بتبقى لها درجه. يعني في ناعمه في متوسطه في خشنه. في ناعمه في متوسطه في خشنه. الناعمه اللي هي الزيرو في انت شفت الناعمه بتبقى ايه؟ مفيش خشونه لها خالص. مفيش خشونه لها خالص، بتبقى درجه مفيش خشونه لها. الدرجه اللي هي مفيش خشونه لها المفروض دي انت بتستخدمها في عمليه الصفاره، يعني ايه؟ يعني بتستخدمها في ايه؟ عمليه الصفاره بحيث ان هي ما تبداش تشيل ماده من الموصل. ماده من الموصل، تمام؟ ابدا اعمل عمليه صفاره خفيفه، صفاره ايه؟ خفيفه. اروح جايب الموصل اهو، ابدا اصفر صفاره خفيفه، صفاره ايه؟ مره او اثنين واروح جايب ماسك الزراديه اهو. تمام؟ واروح جاي مصفر بنفس الشكل دي كده. بيعمل عمليه ازاله من طبقه الاكسده. يبقى الصنفره هي بتعمل عمليه ايه؟ ازاله لطبقه الايه؟ الاكسده. والنظافه، يعني انا لما بعمل عمليه الصنفره دي بتنضف اهو، بتنضف الموصل. الموصل دي لو لونه غامق في طبقه طبعا من الشوائب او في طبقه من الاكسده. ببدا انضف الموصل وبعد الموصل لعمليه الايه؟ لعمليه الاصدار. يبقى انا كده عملت عمليه ايه؟ ابص الموصل بدا يلف تمام صح؟ اه. وببدا اصنفر صنفره ايه؟ صنفره بسيطه وصنفره خفيفه بحيث ان انا ما اثرش الموصل تمام؟ تمام يا حضرات؟ يبقى انا ببدا اعمل عمليه صفاره. طب ازاي بتعمل عمليه صفاره؟ بتمسك الموصل بالزراديه وبالايد بتاعتك بمسك قطعه الصفاره وابدا اصفر بنفس الشكل دي. اصفر الموصلات كلها، اشوف كم موصل؟ سبعه. انت هتعمله في التمرين دلوقتي اللي هتعملوه اسمه تمرين الشبكه. تمرين الشبكه ده يا جماعه هتحتاج كم موصل؟ هنشوف الموصل الاستاذ زي ما الاستاذ يحيى شرح لك وكلمك انت هتحتاج كم موصل هنا؟ ثمانيه. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه أربعة كده وأربعة كده. طب ماشي هتحتاج ثمانية، يبقى أنا هعمل إيه؟ هعمل ثمان موصلات، هبدأ 10 موصلات بتاعتي تمام؟ أطلع منها الموصلات، أبدأ أعمل عملية استعداد، أبدأ أعمل عملية صفارة للموصل، يبقى أنا كده عملت عملية إعداد للموصل، عملت عملية إيه؟ إعداد للموصل، تمام؟
ادي المصر. المصر هيكون بنفس الشكل اللي كده. لا يا استاذ يحيى حاطط لكم التمرين. التمرين هيكون بنفس الشكل اللي كده. ادي موصل 2 3 4 تمام. عادي موصل 2 3 4 هيبقى موصلات اربع موصلات اوبتي واربع موصلات ايه رقص. هيكون بنفس الشكل اللي كده تمام. يبقى انا هبدا اعمل كم موصل؟ 8. يبقى انا كل واحد منكم هيبدا يعمل لي ثلاث ايه موصلات بنفس الشكل اللي كده عشان نبدا نشتغل. في حد عنده اي سؤال؟ وهاجيش اسمه. اتفضل. ايه؟ زي ما الاستاذ يحيى شرح لك قال لك هنا هتسيب قد ايه؟ هنا هتسيب قد ايه؟ هنا هتسيب قد ايه؟ هترسم الرسم الاول على الايه؟ على الوقت. هو تقريبا هنا العمليه هنا زي ما الاستاذ يحيى شرح لك هنا هيكون 12 تمام؟ 12 الطول بتاعك هتبدا تقسم المسافات اللي في النص دي زي ما الاستاذ يحيى قال لك والاستاذ يحيى شرح لهم ده اكتر. ف واحد يوم يقول لي كده من الاستاذ يحيى شرح لكم دي صح؟ هم يقول لي التمرين ده تعال لي ماشي ماشي ثانيه احضر تعال لي هنا بسرعه بسرعه بس اسمك ايه؟ ياسين مكي. ياسين تعال ياسين قول لي عبدو اشرح لي بسرعه كده.